والآن إلى متابعة حية للمؤتمر الصحفي لوزارتي الاستثمار والآثار، والذي سيتم الإعلان فيه عن بدء إجراءات الطرح الدولي لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير. ليس فقط منشأة لعرض كنوز أقدم حضارات العالم، ولكنه صرح ثقافي ومجتمعي كامل، به مخازن للآثار ومركز ترميم مجهز أحدث التقنيات العلمية، بالإضافة إلى محال تجارية ومطاعم ومركزان لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية، وكذلك قاعة للمؤتمرات ومكتبات وسينما. Ladies and gentlemen, today at this international press conference, the preparatory steps preceding the management and the operation of the Grand Egyptian Museum will be announced. For the Grand Egyptian Museum will not only serve as a museum that displays the treasures of the oldest civilization in the world, but also it will serve as an integrated cultural edifice which contains warehouses for antiquities, a renovation center equipped with the latest scientific technologies, and it will also hold a shopping center, restaurants, and a center for teaching traditional crafts and arts, in addition to a conference hall, libraries, and a cinema. Ladies and gentlemen, we now invite you to watch a short, a very short documentary about the Grand Egyptian Museum. نحن حضراتكم الآن مشاهدة فيلم تصوير وثائقي قصير عن المتحف المصري الكبير. المتحف المصري.
القصرين الكبير. دائما ما ترتبط السياحة بالطاقة، فمن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمتحف المصري الكبير إلى 15,000 زائر يوميا. للتعرف على دور وزارة السياحة للدمج بين العلاقة والحداثة بالمناطق الأثرية والمتاحف للزائرين إلى مصر من جميع أنحاء العالم، تحدثنا الآن الدكتورة رانيا المشاط معالي وزير السياحة، فتتفضل لإلقاء كلمتها. Tourism and antiquities go side by side, and tourism has long been one of the most attractive sectors in Egypt. The gem is intended to accommodate over 15,000 visitors per day. Please welcome Her Excellency the Egyptian Minister of Tourism, Dr. Rania Al-Mashat. وزير الآثار، دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، السادة السفراء اللواء كمال الداني محافظ الجيزة، السادة الصحفيين والإعلاميين، الحضور الكرام. بداية أود أن أعرب عن سعادتي بالمشاركة في الإعلان عن بدء إجراءات الطرح الدولي لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير الذي سوف يتم افتتاحه قريبا كأكبر متحف في العالم، ليكون صفحا ثقافيا علميا متكاملا. إن مصر تزخر بإمكانيات هائلة وغيرة في منتجاتها السياحية، فهي تحتضن أهم آثار العالم، ولا أبالغ عندما أقول إنها عاصمة السياحة الثقافية في العالم. والمتحف المصري الكبير بالتأكيد سوف يمثل أحد الأعمدة الأساسية لهذا النمط السياحي الهام عند افتتاحه. ونحن نسعى أن نقدم للسائح الذي يزور مصر تجربة مختلفة واستثنائية تعكس عظمة الحضارة المصرية في إطار أكثر حداثة وجاذبية، وذلك تماشياً مع متطلبات العصر والتقدم التكنولوجي من حولنا، وأن نعيد تقديم آثارنا للعالم في صورة تمتزج فيها الأصالة بالحداثة والتاريخ بالتكنولوجيا الحديثة، لنجذب شرائح جديدة من السائحين خاصة من الشباب الذين يبحثون عن تجربة سياحية مختلفة. وهذا المتحف سيكون نموذجاً لامتزاج الأصالة بالحداثة والتاريخ بالعلم الحديث، حيث ستحكم 50,000 قطعة أثرية فصولاً من تاريخ مصر بالاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية. وإذا كانت زيارة الأهرامات لا تزال الحلم الذي يسعى لتحقيقه العديد من السائحين حول العالم، فإن المتحف الكبير بموقعه المتميز بجوارها سوف يكون أثراً إثراءً لهذا الحلم. ولا يلفتني في هذا المقام أن أشير إلى مشروع تطوير منطقة الأهرامات بأكملها الذي تشارك فيه وزارة الآثار مع وزارة السياحة وعدد من الجهات المعنية، والذي سيتم ربطه بالمتحف الكبير، وسيشمل رفع كفاءة المنطقة بأكملها وإمدادها بكافة الخدمات التي يحتاجها السائح من فنادق ومطاعم وغيرها، لتكون منطقة سياحية متكاملة تحتل الصدارة على خريطة السياحة العالمية. وهنا يجب أن أؤكد على الدعم الكبير والمستمر الذي توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بصفة عامة، وإلى المتحف الكبير ومشروع تطوير منطقة الأهرامات بشكل خاص. وختاما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذا المشروع وعلى رأسهم زملاء الوزراء، وأتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح، وأشكركم لحسن الاستماع، وكل عام وأنتم بخير. Dr. Khalid Al-Anani, Minister of Antiquities. Dr. Sahar Nasr, Minister of Investment and International Cooperation. Mr. Governor, Ambassadors, distinguished guests. I would like to express my pleasure and honor to welcome you all for attending today's event to launch the announcement of the international bidding for facilities management and operation of the Grand Egyptian Museum Complex. The GEM, the largest and most significant cultural project in process globally, is going to be a wonderful tourism attraction that blends history with a modern and authentic twist. Egypt is the world's capital of cultural tourism, and nothing will make a bolder statement than when this magnificent museum has its official opening. They will witness chapters of civilization unfold with 50,000 pieces of unique artifacts housed in a modern architectural building that will utilize state-of-the-art technology to educate in an engaging way. The location of GEM, with the stunning Great Pyramids of Giza as a backdrop, will be a sight to behold for visitors and hugely uplifting and inspirational for all, whatever their age and wherever they're from. And to complement the GEM, the Giza Plateau is undergoing a massive renovation project to include boutique hotels
restaurants, cinemas, and we're determined to give all that come to visit the most wonderful experience. The whole undertaking will reflect the splendor of Egyptian history in an attractive and modern way for international visitors and for everyone throughout Egypt. Interactive technology will be used to communicate antiques in an engaging and enjoyable way that we have not done before. This will have a profound and positive impact on tourism in our country, especially younger generations and millennials who seek state-of-the-art interactivity to gain an authentic experience of an ancient world. They represent the fastest-growing demographic of travelers around the world, a community that we must and will look to attract. President Sisi views this huge project as something that will be more than just an achievement for Egypt, it's an accomplishment for the whole world. And tomorrow's world will witness history, culture, and civilization in a modern, forward-looking, and interactive way like never before. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. كل الشكر لمعالي وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط. والآن نتعرف من معالي الدكتور خالد العنايمي وزير الآثار على أهمية هذا المشروع، مشروع المتحف المصري الكبير ومعنى إدارة وتشغيل خدماته. More about the GEM, the Grand Egyptian Museum, its management and operation and its services will be in the speech of His Excellency Dr. خالد العنايمي, the Minister of Antiquities. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي وزير الدكتور صالح النصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، معالي الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، معالي محافظ الجيزة الجواد كمال الدالي، السيد اللواء عوف مفتاح الاسلام المدرسية والهيئة المصرية للقوات المسلحة، معالي السادة والسيدات السفراء، السيدات والسادة أعضاء مجلس إدارة المتحف المصري الكبير، السيدات والسادة ممثلي الشركات الاستثمارية والمحامين التجاريين والملوك، السيدات والسادة الإعلاميين من مصر وخارج مصر، أهلا وسهلا. مجتمعين اليوم في هذا الموقع الفريد، واحد من أكبر متاحف العالم اللي مساحته حوالي 500,000 متر مربع، اللي هيتم يعتبر أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة قديمة، وهي الحضارة المصرية العظيمة، وهي الأقدر أو أقدر من كلها، أكبر متحف في العالم خلال عرض 50,000 قطعة أثرية إن شاء الله من أول عصور ما قبل التاريخ، مرورا بالعصر الفرعوني وانتهاء بالعصرين اليوناني والروماني بمصر. مساحة العرض إن شاء الله هتتخطى 90,000 متر مربع. حضراتكم لاحظتوا إن المتحف الحمد لله شكله اتغير تماما آخر سنتين ونص. يمكن الجميع اللي بيعدي من جنب المتحف بيلحظ هذا التغير، والتغير ده نتيجة توجيه وتكليف واضح وصريح من فخامة رئيس الجمهورية بالانتهاء من هذا المشروع وفقا لافضل المعايير العلميه العالميه، عشان يكون وجهه سياحيه ثقافيه تعبر عن حضاره مصر اللي مش بتحارب الارهاب بالسلاح فقط، ولكن بالنور والعلم والثقافه وحضارتها الفريده. وكان اشراف الهيئه الهندسيه هو نقطه تحول في هذا المشروع، اللي الحمد لله في اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها تخطت فيه نسبه العمل 75%. واوجه الشكر لكل زميلاتي وزملائي في وزاره الاثار وجميع والحكومه المصريه. واحب اقول ان المهندس شريف اسماعيل كان بيعمل اجتماعات شبه اسبوعيه عشان المتحف المصري الكبير، دعم غير مسبوق من كل الوزارات، وزاره الاستثمار، وزاره السياحه، وزاره التخطيط، وزاره الماليه، الهندسيه للقوات المسلحه، وزاره الداخليه لتأمين هذا الموقع، الجميع يتعاون مع الوزارة بشكل فعلا متميز. ربنا يقدرنا إن شاء الله ونلتزم بالتوقيتات اللي احنا أعلناها، إن احنا نكون جاهزين هندسيا نهاية 2018 للمرحلة الأولى بإذن الله،
أما موعد افتتاح المرحلة الأولى فده يعني نتوقع يكون في غضون الربع الأول من 2019 بإذن الله، عشان يعرض مجموعة توت عنخ آمون أكثر من 5000 قطعة، وصل منهم في اللحظة دي أكثر من 4400 قطعة، سايبين بقية القطع في المتحف المصري للتحرير عشان يستقبلوا زائرين مصر اللي بيروحوا متحف مصر للتحرير، يتم نقلهم قبيل الافتتاح مباشرة للمتحف الكبير ويحل محلهم كنوز أخرى فريدة إن شاء الله. تم نقل 43500 قطعة أثرية إلى الآن من أصل 100000، ولكن زي ما الفيلم عرض وزي ما عايز وزير السياحة قالت وزي جاسم هانم قالت، ده مش متحف بس، ده مؤسسة فريدة، وعشان كده لفظ مجمع أو كومبلكس هو اللفظ السليم، لأن المتحف ده مساحته 500000 متر مربع، شق الآثار والعرض المتحفي 90000 متر مربع، بقية المساحة اللي هي أكتر من 80% من مساحته هي حضارة، هي مدرجات، هي مطاعم، هي كافيتريات، هي سينما، هي قاعة مؤتمرات، هي مساحة باركينج ضخمة، هي مطعمين كبيرين مطلين على البحيرة، هي محال تجارية، هي مبنى متعدد الأغراض يصلح أن يكون ربما فندق أو ربما يكون مبنى إداري أو أي استخدام آخر، هو مش متحف بالمعنى المعروف، هو مؤسسة ثقافية ترفيهية سياحية ضخمة جدا. النهاردة يشرفنا إن احنا نعلن عن بدء إجراءات طرح المودة للشركات المصرية والدولية، هي مرحلة التأهيل اللي بنفتتحها بنعلن عنها النهاردة. ليه المتحف ده بالذات اتعمل له؟ بنستعين وبنطلب خبرات دولية لأنه متحف غير عادي، متحف غير عادي، الآثار المصرية هي ملك مصر وملك البشرية، فإحنا النهاردة عايزين الخبراء من العالم، المستثمرين من العالم، من لهم خبرة دولية سواء من مصر أو من العالم يشاركونا خبرتهم واستثماراتهم في إدارة وتشغيل الخدمات الموجودة بالمتحف. يعني إيه الخدمات؟ خدمات يعني المطاعم، السينمات، الفندق الصغير، إدارة الحفلات، إدارة السينما، إدارة قاعة المؤتمرات، ساحات الانتظار، التصوير، الترويج، خامة الفعاليات، كل ده شغل وده فكر جديد على مصر بس مطبق في دول العالم. أما الشق الأثري من معامل، مخازن، قاعات عرض متحفي فهو مسؤولية واضحة وصريحة وفقا للقانون لوزارة الآثار فقط دون غيرها. التجربة دي إن شاء الله هنعممها في أماكن أثرية تانية، إن إحنا نشارك معانا القطاع الخاص والخبرات الدولية في تقديم خدمات للزائرين وفقا للمعايير الدولية. إن شاء الله بإذن الله المتحف ده يكون واجهة تعبر عن حضارة وعراقة مصر، زي ما علي وزير السياحة دكتور هانيه المشاط قالت، يكون كمان واجهة وقبلة جديدة للسائحين من خلال توجيهات مقام رئيس الجمهورية بتغيير بانوراما المنطقة دي بالكامل، الهرم بمنطقة بتاعت ميدان الرماية بمنطقة المتحف المصري الكبير، إن شاء الله هنخليها يعني عجيبة، دنيا من عجائب الدنيا السبعة إن شاء الله بإذن الله. في النهاية بشكر زملائي في المتحف، بشكر الهندسية، بشكر صاحب فكرة إنشاء هذا المتحف، كل من ساهم بشكل أو بآخر في منذ أن هذا كان المشروع الضخم فكرة، بشكره على إن هو النهاردة يخلي قبلة جديدة للحضارة المصرية، هرم رابع في منطقة الجيزة، بشكر الشركة المنافسة وبشكر الحكومة المصرية على دعمها الغير مسبوق، وطبعا بشكر الجايكا وسفير اليابان على الدعم الكبير اللي بتقدمه الحكومة اليابانية سواء من تمويل القرضين أو خبرات على مدار سنوات طويلة، وإن شاء الله نفتتح المشروع ده في أقرب وقت. بشكر حضرتك. Your Excellencies, Ministers and Governors, Ambassadors and Trade Attachés, Investors from Egypt and foreign countries, members of Egyptian and international media, distinguished guests. We are gathered here at the 500,000 square meters site of what is to be the largest museum in the world, dedicated to only one ancient civilization. With 50,000 artifacts reflecting Egypt's past, from prehistory until the Greek and Roman periods in Egypt, displayed in around 92,000 square meters. As you can notice, the work in the project progressed very fast during the last 2 years due to the extraordinary and the continuous support
of our President Abdel Fattah al-Sisi and the Egyptian government. More than 70% of the poor of the project work is now achieved, and around 43,500 artifacts are already in jam, labs and storerooms. The opening of the first phase of the museum around the first quarter of 2019 will show more than 5,000 wonderful treasures from the tomb of the Golden Pharaoh Tutankhamun. 4,400 objects of his collection are already here at the Grand Egyptian Museum. But the Grand Egyptian Museum complex has much to offer besides the fantastic and unique ancient Egyptian artifacts. There are investment and revenue generating opportunities to guarantee the sustainability of the culture and the diversity of its activities and events. GEM has a conference center for more than 1,000 guests, a modern cinema theater for 500 persons, an attractive retail area with 28 shops and 8 restaurants, further 2 large restaurants, and an open theater overlooking the pyramids, and spacious piazzas for festivals with more than 15,000 visitors. There is also a big multifunctional building attached that can be used for many purposes. It gives me great pleasure to announce the invitation for the pre-qualification of Egyptian and international companies for the facilities management and operation of the Grand Egyptian Museum to improve the quality of the museum services and facilities according to the highest international standards that will provide for the Egyptian and international visitors an unforgettable, enjoyable experience. The GEM has the potential to be the next world attraction situated on the land of Egypt near the Great Pyramids of Giza. We invite companies from all over the world to be part in this promising project and to offer their know-how in facilities management and operation to make this institution an innovative cultural and recreational experience to be a new pyramid in Giza. My deepest thanks goes to my colleagues at the Ministry of Antiquities, for the engineering authority of the Armed Force, for my colleagues from the board of the Grand Egyptian Museums and our experts and the members of different committees, Japan and JICA for the continuous support, all the people and the companies who worked in this project since it was an idea a few years ago until now, and all the ministries and the Egyptian government for their continuous support. Thank you very much. The international bidding pre-qualification stage, the management and the operation of the GEM complex. Dr. Sahar Nasr, the floor is yours. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزير خالد عناني وزير الآثار، ومعالي الوزيرة الزميلة العزيزة الدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة سيادة المحافظ، وطبعا سيادة اللواء عاطف الهيئة الهندسية وزارة الدفاع، شركائنا في التنمية السفراء وكل الجهات الدولية، الصحفيين والإعلاميين المصريين وكل الدوليين من الجهات المختلفة، الحضور الكرام. أنا سعيدة جدا أن أنا أكون معاكم اليوم، وكل فخر وسرور ان احنا متواجدين النهارده في هذا امام هذا الشرح العظيم، شاهدين على انجاز جديد يتحقق على ارض بلدنا الغاليه، يضاف الى قائمه طويله من المشروعات القوميه التي تشهدها الصواعق المصريه مدركه لقيمه بلدنا وحضارتها ومؤمنه بحاضرها ومستقبلها. يحق لنا جميعا ان نفخر اليوم لمشروع المتحف المصري الكبير الذي يعد واحد من اكبر المشروعات الحضاريه والاثريه والعلميه في العالم، بما يليق مع مكانه مصر وتاريخها العريق الذي يمتد لاكثر من 7000 عام. هذا المشروع الذي يمكننا ان نعرض للانسانيه جزء من حضاره ارض النيل والاهرامات التي علمت الدنيا الفنون والعلوم
حضاريا يجذب إليه أفضل الدارسين والباحثين من كل أرجاء العالم. بتكليف مسايد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرك أسويا سريعا بكل جد تفريق عمل واحد ممثل من جميع الوزارات والهيئات لإنجاز وبناء هذا الصرح العظيم. إن كافة الوزارات المعنية والزميل الأخ العزيز الدكتور خالد العلاني أشار إليها جميعا، ولكن بحب أكد في مقدمتها وزارة الآثار قدمت كل سبل الدعم لإنجاز هذا المشروع والانتهاء منه وفقا للجدول الزمني. الموضوع من خلال تعاون بناء ومثمر مع شركائنا في التنمية. وأحب هنا أشير للمجهود والدعم وزارة الدفاع والهيئة الهندسية، وسعيدة اللي هو متواجد معانا النهارده، لأن لولاهم ما كناش وصلنا لهذه المرحلة من الإنجازات. الواحد بيبص على الجدول الزمني كان يعني دش لهذا المشروع وبص على الإنجازات اللي تمت خلال السنتين اللي فاتوا ونقول يعني ما شاء الله حاجة نفخر بيها مش بس المصريين ولكن العالم كله. وأود هنا برضو أن أشكر الجانب الياباني على الدعم المقدم لهذا المتحف، وأشجع شركائنا في التنمية الموجودين معنا اليوم إن هم نحن نتحرك برضو على سبل تعاون يعني جديدة ومختلفة إن شاء الله يعني تنفيذ وتفعيل هذا المشروع إن شاء الله اليوم افتتاحه. وفي إطار الحرص على مشاركة القطاع الخاص، وبحب أكد النقطة دي مهمة جدا، إحنا حريصين في كل المشاريع القومية وحتى المشاريع الصغيرة وخصوصا إن إحنا يكون في مشاركة كبيرة من القطاع الخاص. وبحب أقول إن ده يعني أول لسه كنت منسق مع معالي الوزير خالد الدكتور رانيا إن إحنا ده أول يعني طرح دولي مقدم لأي متحف هنا في مصر، لأن إحنا حريصين بالفعل على المشاركة الجدية من القطاع الخاص في كل المشاريع. فإنه سيتم من خلال هذا المشروع الضخم إتاحة الفرصة للشركات المصرية والشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتقديم الخدمات داخل المتحف، بما يساهم في تحقيق عائد وإدارة جيدة ومميزة. وإيمانا من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بأهمية هذا المتحف المصري الجديد الذي يعد نقلة نوعية في عرض مصر لكنوزها التاريخية، فقد تم وضعه على الخريطة الاستثمارية، ويعني بشجع وبدعو الجميع انهم يخشوا على صفحات الوزارة. احنا في الاسبوع ده نحتفل بهذا التشييع المبدئي لهذا الطرح على صفحة الوزارة، وهنا تعاملنا طبعا مع زملائي المتواجدين معنا النهارده الوزير خالد وزيرة رانيا بان احنا هذه الصفحة يعني مخلصة هذا الاسبوع بكل يعني ترويج للسياحة وترويج لكل الآثار والحضارة وكل الأسطر المختلفة لمشاركة أكبر من القطاع الخاص هديه، ودي النهارده بداية أول خطوة. وبرضو بدعوكم ليه إن أنتوا تخشوا على الخريطة الاستثمارية على صفحة الوزارة، لأن بنعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع المحطوطة على هذه الخريطة. كما نسعى كما أشارت الزميلة رانيا إن إحنا بنسعى لتحويل المنطقة المحيطة بهذا المتحف إلى مكان يكون فيه تنمية شاملة مستدامة وتكون إن شاء الله جاذبة لجميع المستثمرين المصريين المحليين والأجانب. فنحن هنا اليوم ندعوكم للمشاركة سواء القطاع الخاص، شركائنا في التنمية، المؤسسات الدولية، إن إحنا إن شاء الله يعني نشارك معا لبناء هذا الصرح الكبير، أكبر مشروع حضاري وأثري وثقافي وعلمي في العالم. أهلا بكم. Your Excellencies, colleagues, Minister of Antiquities and Minister of Tourism, Your Excellency the Governor and also a representative from the Ministry of Defense, General Atif, our development partners, friends, international media, Egyptian media, we welcome you all here today. We, the government of Egypt, presented by the Grand Egyptian Museum Authority, we are very proud to announce today the start of the bidding process for the facilities management and operations of the Grand Egyptian Museum, GEM. It's, as indicated
educated by dear colleague Khaled. It's a complex. We don't just refer to it as a museum. It is beyond a museum. It's an integrated package of culture, education, entertainment, and something that we are really proud of, not just Egyptian, but the whole world. So we're inviting the Egyptian and international companies, consortium, to participate in the pre-qualification stage. The GEM complex is envisioned to be the state of the art, world-class destination, being a culture and touristic hub. It comprises large investment opportunities. These opportunities are posted online on the investment map that you'll see on the MIIC website that we prepared jointly in partnership with the Ministry of Tourism as well as the Ministry of Antiquities. Investors are encouraged to explore the area and location and see various facilities, services, and other landmarks. All these are put in details on the investment map. Starting today, investors will also be able to download all relevant documents and schedules for this interview.